إذن سوف نبدأ اليوم بالوحدة الأولى ألا وهي الهندسي الفراغي. في بحث الهندسي الفراغي سوف نتناول عدة عناوين وعدة مفاهيم نبحث بها. نبدأ بالرسم بالمنظور وثم ننتقل إلى قواعد التلاقي ومن ثم إلى مبرهنات تتعلق بالأشكال الفراغية وإلى غير ذلك من هذه المفاهيم التي تتعلق بالهندسي الفراغي. بداية طلابنا، في الهندسي الفراغي سوف نتعامل مع أشكال تتألف من ثلاث أبعاد. تعلمنا سابقا المستقيم وتعلمنا الأشكال المستوية، واليوم سوف نتعلم الأشكال الفراغية وكيف نتعامل مع الأشكال الفراغية، حيث أن المستقيم له بعد واحد هو الطول، بينما الأشكال الهندسية المستوية مثل المثلث والمربع ومتوازي الأضلاع له بعدين أو لها بعدين، هي الطول والعرض. أما اليوم الأشكال الفراغية سوف يكون لها ثلاث أبعاد. الأشكال الفراغية هي الأشكال التي تشغل حيز من الفراغ. انظر إلى الغرفة التي تجلس بها، لو نظرت إلى الزاوية الموجودة في تلك الغرفة ترى يوجد هناك طول ويوجد عرض ويوجد ارتفاع، حيث هذا هو طول الغرفة كما ترى أنت، وهذا هو العرض وهذا هو الارتفاع. لذلك الأشكال الفراغية طلاب تشغل حيز من الفراغ، لها ثلاث أبعاد: طول وعرض وارتفاع. لذلك نقول في هذا البحث سوف نتعامل مع الأشكال الهندسية التي تتألف من ثلاث أبعاد وهي الطول والعرض والارتفاع. على سبيل المثال لنأخذ شكل فراغي وليكن متوازي المستطيلات. متوازي المستطيلات سوف أعبر عنه بـ A, B, C, D, E, F, G, H الموضح بالرسم جانبا. انظر إلى متوازي المستطيلات، هذا الشكل المعروض هنا A, B, C, D, E, F, G, H. احرص دائما عند رسم الأشكال الفراغية أو رسم الأشكال الهندسية بشكل عام ووضع النقاط على الرؤوس أو وضع الأحرف على الرؤوس، أن تضع الأحرف بشكل مرتب بحيث تدور بعكس عقارب الساعة بالاتجاه الموجب. هذا الشكل الهندسي يسمى متوازي المستطيلات. هذا الشكل الفراغي الهندسي الفراغي فيه ستة أوجه: الوجه الأمامي والوجه الخلفي والوجهين هذين موجودين هنا ووجه في الأعلى ووجه في الأدنى. له ستة وجوه، له ثمانية رؤوس، له 12 ضلع. الضلع في الأشكال الهندسية الفراغية راح سميه حرف، يعني EF هو حرف، EHDA هذا وجه، EFBA هذا وجه، وإلى غير ذلك. هذا شكل فراغي. لو سألنا حالنا سؤال طلاب، هذا الشكل الفراغي كيف رسمنا هذا الشكل الفراغي؟ لو بدنا نتخيل هذا الشكل، الوجه الذي نراه من هذا الشكل هو EFBA يسمى وجه أمامي، وأيضا نرى منه الوجه FBCG ونرى منه الوجه EFGH، هذه الأوجه الثلاثة التي نراها، بينما الأوجه اللي بقت ADCB لا نراه، والوجه HDCG لا نراه، والوجه
E A D H لا نراه. لذلك عند رسم الشكل الفراغي الخطوط التي نراها أو الأضلاع أو الأحرف التي نراها أرسمها بخطوط مستمرة عشان نتفق كيف بدنا نرسم الأشكال الفراغية. والأضلاع التي لا نراها نرسمها بخطوط متقطعة. في هذا متوازي المستطيلات الذي كل وجه من أوجهه مستطيل، الدي سي لا نراه لذلك رسمناه خط متقطع، الدي اي لا نراه نرسمه خط متقطع، الدي اش أيضا لا نراه نرسمه خط متقطع. نعم، الخطوط التي نراها أو الأضلاع التي نراها نرسمها بخطوط متصلة، والأضلاع التي لا نراها نرسمها بخطوط متقطعة. الأضلاع المتوازية نرسمها متوازي كما هو موضح اش جي و اي اف، الدي سي والاي بي، الدي ا والاي اش. هذه الأضلاع المتوازي أرسمها متوازي، والأضلاع المتقاطعة أيضا أرسمها متقاطعة، اي اف و اف بي هدول متقاطعات أرسمهم متقاطعة. ولكن إذا كانوا متعامدات ليس بالضرورة أن أرسمهم متعامدات، لأنه رسم الشكل الفراغي راح يكون حسب المنظور، حسب الزاوية التي أنا أراه منها، أراه منها. يعني على سبيل المثال أنا عندي EAB، مو هذا مستطيل، عندي الزاوية A قائمة لأنه هذا وجه أمامي، أراه بشكله الصريح أو بشكله الحقيقي. لدي الزاوية DAB، هاي الزاوية اللي عم أشر عليها هون هاي بحقيقتها زاوية قائمة، ولكن أنا لا أستطيع أن أرسمها زاوية قائمة، هي بحقيقتها هاي زاوية من مستطيل، هاي قائمة ولكن لا أستطيع أن أرسمها قائمة. أيضا الزاوية دي هون هاي الزاوية قائمة ولكن تبدو لي مثل منفرجة لأنه أنا هيك عم بشوفها. نعم، لذلك الأضلاع المتعامدة ليس بالضروري أن ترتسم معنا أضلاع متعامدة حسب المنظور اللي أنا رح شوف الشكل الفراغي منه. أيضا أستطيع القول أن النقاط الواقع على استقامة واحدة أيضا أرسمها على استقامة واحدة، ومنتصفات الأضلاع يعني بفرض أنه M منتصف الـ EF معناته MA يساوي MF، هذا الشيء لازم وضحه بالرسم. وأخيرا في الرسم الوجه الأمامي لازم أرسمه بأبعاده الحقيقية. هذا ملخص رسم الشكل الفراغي. أنا عندي بدي أرسم شكل فراغي رح يتم الرسم بالمنظور، والرسم بالمنظور له قواعد. الأضلاع التي أراها أرسمها بخطوط مستمرة، والأضلاع التي لا أراها أرسمها بخطوط متقطعة، منتصفات الأضلاع وعينها منتصفات أضلاع في الرسم، والأضلاع المتقاطعة أرسمها متقاطعة والمتوازية أرسمها متوازي، والأضلاع المتعامدة ليس بالضرورة أن تكون متعامدة. مثلا هون FB يعامد AB بالرسم، ولكن AD لا يعامد DC بالرسم، هذا يتوقف على الزاوية التي أرى منها الشكل الفراغي. والنقاط الواقع على استقامة واحدة أيضا أرسمه على استقامة واحدة أو أمثلها على استقامة واحدة، والوجه الأمامي يرسم بأبعاده الحقيقية. لذلك الرسم الشكل الفراغي أنا رح سميه الرسم بالمنظور، وهالكلام اللي حكيته رح أعرضه كقواعد أمشي عليها من أجل رسم الشكل الفراغي. لذلك لدينا الرسم بالمنظور. المقصود بالرسم بالمنظور أي نرسم الشكل الفراغي بحسب ما نراه، حسب ما أنت شايفه بترسمه الشكل الفراغي. أنت واقف من جهة اليمين تراه، ترسمه كما تراه. لو غيرت مكانك راح تشوفه بشكل آخر، أيضا لو وقفت بمكان آخر راح تشوفه بشكل آخر. لذلك لدينا القواعد التالي من أجل الرسم بالمنظور. الحكي حكيته راح يدو. أول شيء
نرسم الأضلاع التي نراها بخطوط متصلة والأضلاع التي لا نراها بخطوط مقطعة أو منقطة، بصح التعبير منقطة. اثنين، المستقيمات المتوازية أرسمها خطوط متوازية، والمستقيمات المتقاطعة أيضا أرسمها خطوط متقاطعة. ثلاثة، المستقيمات المتعامدة ليس بالضرورة أن نرسمها متعامدة دائما، وذلك حسب المنظور، ممكن ترتسم معي بشكل متعامد وممكن ما ترتسم معي بشكل متعامد، لذلك أنا راح أرسمها بناء على الزاوية اللي أنا راح أشوفها منها، والنقط الواقع على استقامة واحدة أمثلها على استقامة واحدة، النقاط الواقع على استقامة واحدة أمثلها أو أرسمها على استقامة واحدة بالرسم. خمسة وأخيرا، الوجه الأمامي، نرسم الوجه الأمامي للشكل الفراغي بأبعاده الحقيقية. يعني أنا إذا طلب مني رسم متوازي المستطيلات، يعني مثلا قال لي أرسم متوازي المستطيلات السابق، أبعاده 2 و3 و4. لذلك طلاب، أول شيء برسم الوجه الأمامي. الوجه الأمامي صاير معي هيك كما هو موضح لدي. هاد انظر راح يكون ارتفاع، وهاد طول، هذا الوجه اللي أنا شايف منه متوازي المستطيلات، نعم. ومن ثم الوجه العلوي راح يكون بهذا الشكل، انظر كما أنا أراه بهذا الشكل، هذا الوجه العلوي. بعدين الأضلاع اللي أنا ماني شايفها راح أرسمها منقطة، انظر هذا الشكل، هذا الطول وهذا الارتفاع وهذا العرض، سميه A B C D E F G H، وبراعي قواعد الرسم بالمنظور. الأضلاع المرئية رسمت خطوط متصلة، الأضلاع غير المرئية رسمت خطوط منقطة، المستقيمات المتوازية برسمها متوازي، والمستقيمات المتقاطعة متقاطعة، مستقيمات متعامدة مثلا اف بي يعامد البي اي بالحقيقة وبالرسم، الاي دي يعامد الدي سي بالحقيقة ولكن بالرسم يبدو لي انه غير متعامد، شايفها مثل الزاوية المنفرجة ولكن بحقيقتها متعامدة، وان وجد عندي نقاط على استقامة واحدة او امثلها في الرسم على استقامة واحدة. وشوف عيني شلون رسمت الوجه الامامي، لاحظ أبعاده طوله 3 وعرضه 2 وارتفاعه 4. هكذا طلاب يتم الرسم بالمنظور. سوف أمثل ذلك على أشكال هندسية معينة، مثلا أنا إذا قال لي أرسم مكعب طول حرفه 3، المكعب هو متوازي مستطيلات، المكعب هو متوازي مستطيلات ولكن أوجهه مربعات طبوقة، المكعب متوازي مستطيلات أوجهه مكعبات طبوقة. أول شيء برسم الوجه الأمامي هو مربع طول ضلعه 3، الوجه الأمامي هو مربع طول ضلعه 3، هذا 3 وهذا 3. الوجه العلوي حسب ما نعب شوف المكعب، انظر كيف يتم الرسم، هدول أو الأحرف غير مرئية لذلك رسمت خطوط منقطة، فأحصل على المكعب كما هو موضح لدي هنا بالرسم، هذا هو المكعب A B C D E F G H، هكذا
أنا بكون رسمت المكعب. نعم هكذا أستطيع رسم المكعب. نفس الشيء طلاب، لو مثلا طلب مني أرسم رباعي وجوه منتظم، أرسم رباعي وجوه منتظم، هرم ثلاثي طول حرف ثلاثي. رباعي الوجوه هذا الذي يتألف من أربع وجوه وهو عبارة عن هرم ثلاثي، يعني قاعدته مثلث. لذلك عيني وجميع الأوجه هي مثلثات طبوقة، يعني مثلثات متساوية الأضلاع، طول ضلع كل وحدة منها ثلاثة. أنا كيف راح أتخيله؟ راح أتخيله بهذا الشكل. انظر هذا المثلث المتساوي الأضلاع A B C D، انظر A أو B C D، هذا الوجه القاعدي راح أعتبره، وهدول الأوجه الجانبية الـ ADC والـ ACB، والوجه الخلفي اللي أنا ماني شايفه ABD. انظر بهذا الشكل، في عندي ضلع أنا مو مرئي بالنسبة إلي اللي هو الـ BD كما هو موضح لدي. انظر أنا شفت الهرم الثلاثي من هذا المنظور أو من هاي الزاوية. انظر الـ BC يساوي الدي بي، يساوي السي دي، يساوي الاي سي، يساوي الاي دي، يساوي البي اي. جميع هذه الاضلاع متساوي، ولكن انت من خلال الرسم ما بتبين معك متساوي، ولكن بحقيقتها متساوي. هيك بيكون الرسم الفراغي. طيب انا هذا الهرم ممكن شوفه ما يظهر لغير وجه، لا ارى سوى وجه واحد، راح ارسمه مثلث متساوي الاضلاع، لن ارى إلا وجه واحد، راح أرسمه مثلث متساوي الأضلاع. انظر إلي جميعا، أنا رسمت مثلث متساوي الأضلاع هذا المثلث متساوي الأضلاع، هذا الوجه اللي أنا شفته، لا أرى غير هذا الوجه. كيف سوف تكون الأوجه الأخرى حسب المنظور اللي أنا شايفه؟ مثلا هكذا، تخيل كيف سوف يصبح شكلا فراغيا. انظر إلى هذا الشكل على أنه شكل فراغي A B C D، ممكن أنا أشوفه من هذا الشكل، ممكن أن أشوف الرأس نحو الأدنى والقاعدة نحو الأعلى مثلا بهذا الشكل. انظر ممكن يبين علي بهذا الشكل كما هو موضح، كما هو موضح لدينا. انظر ممكن يبين علي بهذا الشكل، حسب هذا يتوقف على الزاوية التي أراها أو أرى الشكل منها بهذا الشكل. لذلك طلابنا خلاصة الكلام، الرسم بالمنظور يتم رسم الشكل الفراغي بحسب الزاوية التي أرى الشكل منها. هذا طلابنا ما يتعلق بالرسم بالمنظور.